مدرسة فاطمة الزهراء، ومعايا عيال ثلاث بنات، ومعايا واحدة معاهم. اعملوا معروف، اعملوا معروف يا نجاة، يا نجاة مفاجأة، نجاة مفاجأة. انتهى دور على حد ينكسر اللي جت الحاج بن الدار. ودوني اللي قابل معاها، ودوني ولا حد سأل فينا، والمهندسين قاعدين على الكراسي بيشربوا شاي ولا سالين في اي حد. مش عايز الشارع شغلوني، انا دخلت مشروعك فاشل، دخلت الفراش جوه بس بتاعتي. المشكله اللي قابلتك؟ المشكله بتاعتي مرروني عشان اخش، مش من الباب ده، لا الباب ده، الباب ده. ودخلت بالكارنيه، انتوا بقى هتخشوني ازاي؟ والمصه بتاعتي، عايز اكل عيالي، مش عايز الشارع شغلني. بس الشباب اللي بيقفوا اهو. دخلت. غير البرتقال اللي هم بياخدوا فرد عليه. مين يروحوا؟ 15 جنيه عندك كل يوم 15 جنيه. ادفع 115 جنيه. وانا مخزن هنا ولا بعيله. اخد تاكسي حد هناك ب 20 جنيه. 30 جنيه كل يوم كده. اجيبها منين؟ ما فيش مبيع ولا شيء. هنعمل ايه طيب؟